بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. لازلنا مع اخبار لعيبه المنتخب المغربي، لان النهارده لما يعني الصحافه المغربيه اول ما شافت اللعيبه الجداد بتاع منتخب المغرب قالت لك محتاجين نتصور معاهم كلهم ونعمل معاهم ريبورتاجات ونقعد برضو نسالهم، خصوصا لو هم اختاروا تمثيل منتخب المغرب على منتخبات اوروبيه. ومن ضمن اللعيبه دي لعيب زي الياس بن صغير، لاعب موناكو الفرنسي، الولد الصغير اللي لسه منضم للمنتخب المغربي وتقريبا عنده 19 سنه. بتتكلم على واحد من المواهب اللي نوعا ما يقدر ان هو يثبت نفسه مع منتخب المغرب. الياس بن صغير في تصريحات صحفيه قال لك فخور جدا باختيار المنتخب المغربي واعمل بجديه مع فريقي من اجل التواجد رفقه الاسود. واسمع بقى الحته اللي جايه دي، عشان الحته اللي جايه دي نوعا ما بتلخص موقف لعيبه مغاربه كتير المغرب بيتصل بيها. قال لك عندما يتصل بك المغرب لا يمكن رفضه، تعرضت لاصابتين سابقتين والان تعافيت بشكل جيد من اصابتي لمساعده المنتخب المغربي. والله يا معلم ان شاء الله باذن الله ثقتك دي تكون في محلها، لان انت واضح ان انت واثق في نفسك وثقه كبيره جدا، خصوصا في الحته بتاع ان هو تعرض لاصابتين ودلوقتي هو بقى جاهز بشكل جيد. فبالتوفيق لإلياس، وان شاء الله يكون واحد من العناصر اللي موجوده مع وليد الكراكي والعناصر تقدر تقدم الاضافه مع المنتخب المغربي. الياس بن صغير لاعب نتمنى ان هو يكون من ضمن اللعيبه الجيدين اللي وليد الكراكي حط عينه عليها الفترة الأخيرة. طبعا بنتمنى التوفيق لمنتخب المغرب، ومنتخب المغرب هيلعب مباراتين وديتين أمام أنجولا وأمام المنتخب الموريتاني، فبالتوفيق للمنتخب المغربي. وتاني وتالت ورابع صاحبي، لو أنت نوعا ما عندك مشاكل من إحنا بنتناول أخبار لعيبة المغرب كتير أو أخبار المنتخب المغربي كتير، فدي قناتنا وإحنا عندنا حرية ننزل إحنا عايزينه، وأنت برضه عندك حرية تتفرج على اللي أنت عايزه. فهي دي الحكاية يا صديقي، نتمنى لإلياس التوفيق مع المنتخب المغربي، وإن شاء الله بإذن الله يقدر ان هو يعمل حاجه مع المغرب. يا اسطى، وقصه المغرب يتصل بيك دي انا قلت لك ان هي بتفسر ليه لعيبه كتير بيكون عندهم جنسيات مزدوجه مغربيه واوروبيه بيختاروا المغرب، لان تحس كده في جذور بتربطهم بهذا البلد. فبالتوفيق للاعيبه المنتخب المغربي وان شاء الله خير. هتقول معلش يا صاحبي يعني ايه جذور بتربطهم بهذا البلد؟ ما في لعيبه كتيره لمؤاخذه يعني بيتصل بيهم منتخبات بلدهم الام وبعد كده بيكبروا دماغهم. هقول لك عادي يا صاحبي، في لعيبه كتير بيعملوا كده ولعيبه تانية بيعملوا العكس. فاللعيبه اللي بيعملوا كده لازم تحترم ان هم نوعا ما متمسكين بجذورهم عكس اللعيبه التانية اللي بتكبر دماغها. في فرق بين اللي بيتمسك وفرق بين اللي لا يتمسك، فلازم تدي ده حقه ونوعا ما تتكلم على التاني ان هو من حقه يختار مصلحته. في الحالتين كل واحد فيهم رايه يحترم.